هل يجوز قطع صيام التطوع بدون عذر؟ في الحديث عن جواز قطع صيام التطوع بدون عذر، هناك آراء مختلفة بين العلماء، وفيما يأتي سنذكر آراء الأئمة الأربعة في هذا الشأن. تفضلوا معنا. وأول هذه الآراء رأي أصحاب المذهب الحنفي، ويقول بوجوب التزام الصيام وعدم قطعه والمحافظة عليه وإتمامه، سواء كان هذا الصيام فرضا أو تطوعا، وترك إفساد هذا الصيام منذ الشروع فيه وحتى حلول وقت الغروب، بدليل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ومع ذلك فالحنفية لا يرون أن قطع صيام التطوع بعد الدخول فيه أن المسلم أتى بأمر محرم، وإنما هو أمر مكروه في حقه، لأن الأدلة التي أفادت الكراهة لم تثبت ثبوتا قطعيا. الرأي الثاني هو رأي الشافعية، الذين قالوا أنه يجوز للمسلم أن يقطع صيام التطوع بعد أن يشرع به من الكراهة، ولكن لا يترتب عليه القضاء، وذلك بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. ثالث الآراء هو رأي المالكية، حيث قالوا أنه يحرم على المسلم أن يقطع صيام التطوع بدون عذر، أما من طرأ عليه عذر شرعي أوجب فطره، جاز له عندها أن يفطر بدون أن يترتب عنه أي قضاء. رأي الحنابلة، الحنابلة قالوا أنه ليس من الواجب إتمام صيام التطوع، وقد جاز لهم قطع الصيام والخروج منه، وليس عليهم أي إثم، وليس عليهم القضاء، بدليل ما ورد في السنة النبوية بما أخرجه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيء؟ قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صايم. وقالوا أنه من المستحسن قضاء التطوع، ولكنه ليس واجبا. حكم من أكل ناسيا في صيام التطوع. ذهب الأئمة الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه إذا شرب الصائم أو أكل ناسيا فصيامه صحيح وليس عليه شيء، وذهب مع هذا الرأي أيضا الحسن البصري ومجاهد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي وعطاء والأوزاعي والليث، وقد استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والله تعالى أعلم.